مقارنة دالتين. نحن نعرف مقارنة دالتين حدوديتين، حدوديتين من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية. كمثال، الدالة الأولى نبين أن الدالة الأولى أكبر أو يساوي من الدالة الثانية مهما يكون ت أصغر أو يساوي ناقص 5. إذن 3 ت أس 2 ناقص 2 ت أس 2 هي ت أس 2، 4 ت ناقص ت تساوي 3 ت، 1 ناقص 11 تساوي ناقص 10. نبين بأن ت مربع زائد 3 ت ناقص 10 أكبر أو يساوي 0. حلول الحدودية أو جذور الحدودية من درجة ثانية، سنجد بأن ت تساوي ناقص 5 أو ت تساوي 2. إذن الجذران هما ناقص 5 و 2. بين الجذرين عكس إشارة أ، إذن سالب خارج الجذران موجب. إذن إذا كانت ت أصغر من ناقص 5 فإن ت مربع زائد 3 ت ناقص 10 موجبة، وبذلك الدالة الأولى أكبر من الدالة الثانية في المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 5. الآن في التمرين 1 نريد أن نبين بأن ت ناقص ت أس 2 على 2 أصغر أو يساوي ألين 1 زائد ت. إذن سنلجأ، إذن سنعتبر دالة ج لي إكس أو إف لي إكس تساوي ت ناقص ت أس 2 على 2 ناقص ألين 1 زائد ت، بحيث أو ت قلت هنا بحيث ت تنتمي إلى المجال 0 زائد ما لا نهاية. إذن هذه الدالة هي قابلة للاشتقاق، إذن F قابلة للاشتقاق على المجال 0 زائد ما لا نهاية، و F بخيم لي X، F بخيم لي X أو F بخيم لي T تساوي إذن 1 ناقص T ناقص 1 على 1 زائد T. إذن المقام الموحد هو 1 زائد T، 1 ناقص T في 1 زائد T هي 1 ناقص T أس 2 ناقص 1. إذن تبقى لدينا ناقص T أس 2 هي F بريم لT. إذن للاستنتاج إذن F تناقصية على المجال 0 زائد ما لا نهاية، ومنه مادام أنها هي تناقصية فإن مهما يكون T ينتمي إلى المجال 0 زائد ما لا نهاية فF لT أصغر من أو يساوي F لصفر، فالدالة هي معرفة على صفر، الدالة هي معرفة على صفر. إذن مهما يكون T ينتمي إلى المجال 0 زائد ما لا نهاية F لT، إذن F لصفر هو صفر أصغر أو يساوي صفر، ومنه مهما يكون T ينتمي إلى المجال 0 زائد ما لا نهاية، مادام أن F لT أصغر من صفر فإن
تي ناقص تي أس 2 على 2 أصغر أو يساوي ألان 1 زائد تي. إذن وظفنا رسابة دالة لتأطير أو لمقارنة دالتين. في السؤال الثاني هو مجرد استنتاج. إذن نلاحظ، إذن هنا لدينا ألين دو إكس وهنا لدينا ألين 1 زائد تي، يعني نعتبر بأن إكس هي 1 زائد تي. إذن نعتبر إكس تساوي 1 زائد تي، إذن أن تي هي إكس ناقص 1. بما أن إكس أكبر قطعا من 1، هذا يكافئ بأن إكس ناقص 1 أكبر قطعا من 0، يكافئ بأن تي أكبر من 0. وماذا لدينا؟ ولدينا مهما يكون تي ينتمي إلى المجال 0 زائد ما لا نهاية، فإن تي ناقص تي أس 2 على 2 أصغر من ألين 1 زائد تي. ومنه إذن نعوض تي بقيمتها، إذن تي هي إكس ناقص 1، إذن مهما يكون إكس، إذن تغيير المتغير ينتمي إلى المجال 1 زائد ما لا نهاية. إذن قلنا مكان تي لدينا إكس ناقص 1، إذن إكس ناقص 1 ناقص إكس ناقص 1 الكل أس 2 على 2 أصغر من ألين، إذن قلنا 1 زائد تي هو إكس، إذن أصغر من إكس. إذن بقي الحساب، المقام الموحد هو هنا هو 2، إذن نعمل بإكس ناقص 1، إذن نعمل بإكس ناقص 1، إذن إكس ناقص 1 عامل، إذن عامل لإثنان ناقص إكس ناقص 1، إذن هي 2 زائد 1 هي 3 ناقص إكس أصغر من ألين دو إكس مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال 1 زائد ما لا نهاية.